السلام عليكم، نوصلوا في الصفحات كما اشتغل اليوم صفحة من صفحة سياسة الخصوصية. مثلا الصفحات تصل بنا ومن نحن صفحة جديدة اتصل بنا حصل عربي اتصل بنا كيف هاتي عندنا كود HTML اللي هو كوبي كل تأليف سبون خيارات تعليقات عدم سماع نعمل نشر نشوف صفحة اتصل بنا كان صاحبي في المظهر كما تلاحظوا رجعنا للمظهر القديم اللي هو هذا جستيفيكيت لهنا وعملت تطبيق على المدونة ولا هذا هو المظهر بتاعنا. المشكلة اللي صارت لنا المرة اللي فاتت كي جينا في قائمة الصفحات وقت عملنا الصفحات كانت هذه نون كوشي، عملنا كوشي هذه ولا في إظهار الصفحات ولا تخرج لي، نعملها نون كوشي تخرج لي كما المرة اللي فاتت. نجي لهنا الصفحة الرئيسية ولا تخرج لي لهنا شي جد تو سامبل. نجي لهنا أول حاجة تكوشي إظهار الصفحات، تختار الصفحة حتى تحبهم يخرجوا. نحب نبدل الترتيب نتاعهم مثلا تصل بيناتهم بسياسة خصوصية ولا هاي يبقى هذي مش مشكلة. تعمل هنا حفظ الترتيب، نعمل ريفرش ترجم الصفحة نتاعنا اوكي سياسة خصوصية واتصل بنا. مازال الصفحة من نحن صفحات جست كيف تكتب صفحة جديدة تكليكي تكتب هنا من نحن تعرف بالفرنسية العربي مش لازم وجيت تكتب التعريف بالبلوج نتاعك مثلا كما احنا هذا موقع رياضي مثلا موقع رياضي مهتم في أخبار نادي يديره مجموعة من الشرطة مثلا أي حاجة هيك. بعد ما تعمل التأليف بتاعك كما العادة تعمل عدم سماع تعليقات الكبرى وتعمل نشر للصفحة بتاعك والتخطيط كما العادة. جي للصفحات تكوشي الصفحة بتاعك اكتب قبل الترتيب ريفرش وتخرج صفحة مع نحن ولدنا ثلاث صفحات مع صفحة لكي مع لكي مع الصفحات ثم تبدا حتى الاقسام الاقسام نأجلوها بعد ما نخدم ليزارتيكل. اول حاجة نكتبو ليزارتيكل باش نعمل في الفيديو الجاي كيفاش نكتبو ارتيكل وبعد في
الكتابة الترتيب اللي بعدها نشوفوا هم قائمة أخرى اللي هي من الصفحات إذا أقسم أو نشوفوها في الفيسبوك.